من منتوج طبيعي الى منتوج صناعي. هي فرصة لنا في هذا المعرض وقبل انطلاق القافلة عبر إقليم الولاية أن يتزودوا بهذه المعلومات وأن يكونوا في الميدان، وهذا بطبيعة الحال نجاح للشباب، نجاح كذلك لامتصاص عملية البطالة، وكذلك لتوفير الخدمة الخاصة ونشر كذلك كما قلت الإنتاج والمنتوجية في هذه لدى هذه المؤسسات. شكرا. اليوم تمر القافلة الوطنية للمقاولات الشبابية بولاية سعيدة. الهدف من القافلة هو نشر الفكر المقاولتي في أوساط الشباب بغرض ولا بهدف تغيير ذهنيتهم اتجاه عمل الشغل، باش المتربص كي يتخرج من التكوين المهني والطالب كي يتخرج من الجامعة ولا البطال اللي ما عندهش منصب شغل يفكر مباشرة في الوظيفة العمومية، نقول له بلي هناك خيار واحد آخر وهو إنشاء المشاريع المقاولاتية الخاصة بهم.